مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، انقلبت اليوم الثلاثاء شاحنة كانت محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية على مستوى الطريق الجبلي المؤدي لدوار إيمين دونيت بإقليم شيشاوا. ولحسن الحظ لم يتعرض سائق السيارة ومرافقه لأي إصابات خطيرة بعد انقلاب سيارتهم المحملة بالمساعدات. ويشار إلى أن عددا من المسالك الجبلية المؤدية للمناطق المتضررة من الهزة الأرضية تشهد فوضى في المرور بسبب الاكتظاظ والحجم الكبير من السيارات لنقل المساعدات عبر الطرقات المقطوعة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.